الصين، ولكن جوانا عاملة ورشة في الدماغ. هاي جاي نخش على ثالث مسلسل وهو المداح، أسطورة العشق. ايه؟ لا اله الا الله. عايز ايه؟ بالليل ما تخليش لابسها. لا خليك لابسها، احنا مش عارفين نشوفك. خليك لابسها، خليك لابسها، خليك لابسها. قولي حاضر، قولي حاضر، قولي حاضر. قلعتهولك، عايز ايه؟ عيطي. تالت حاجة، مسلسل المداح هذا الهلال. تنزيل، ما انت بتنزل الصافي يا رب، ما تتوبنيش يا رب، ما تتوبنيش يا رب، عشان انت مش معانا. مسلسل المداح أسطورة العشق لحمادة هلال كده. شوية قاعد يسرى، خدتها سكرين شوت ولا لا؟ ما خدتهاش، خدها لكم. هنعمل ايه طيب؟ عايزين نركز. عملنا حداد، عايزين نركز يعني، مش عارف. انا بس عشان ما يبقاش حاجة هقوم كده، خليها كده. ونيجي على أبطال المسلسل. من هم أبطال المسلسل؟ طبعا هو إخراج أحمد سمير فرج، تأليف أمين جلال، وليد أبو المجد، طاقم العمل حمد هلال وهبة مجدي وأحمد ماهر ولوسي وسلمى مضيف وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ويسرى لوز وحنان سليمان ومحمد ماهر ومحمد رياض وعمرو فريد شوقي وعصام السقا واحمد كشك وخالد زكي وعبد العزيز مخلول، تاليف امين جمال ووليد ابو المجد، اخراج احمد سمير فرج، انتاج صادق ابو الصبح المنتج العمل. ف كده احنا خلصنا تلات مسلسلات. طيب انت لو تشتغل تجيب الجرس حتى نشوف زمانا هنيجي تاني. ازاي ماما؟ نايم. اصحابي والله يا ابني انا نايم الصبح مع مع الأسفين، وعايز يتعودوا على كده.
عنده ربنا يحلها من عنده.